أنا طالبة سارة بنت عصام الزام السلام من المنطقة الشرقية في الصف الثاني ثانوي. هذه ثالث سنة لي أشارك في إبداع. أول سنة أفوز فيها بجائزة كبرى، أول مرة شاركت فيها ما فزت ولا جائزة، ثاني مرة ثلاث جوائز خاصة ولا جائزة كبرى. هذه أول سنة لي أفوز، الحمد لله يا رب، مو متوقع أبد، الحمد لله.